بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين تصويب على المرمى في لياقة بدنية جيدة وعالية جدا، تدرب وتنتهي منه بعد فترة الإحماء، والتصويب هو محفز لأداء بدني، بس محفز عالي جدا، فالمدرب يكون سعيد في مثل هاي الفعاليات اللي يعني تركز على اللياقة البدنية مع التصويب، سعيد جدا واللاعبين يكونون أسعد. فهذا التمرين ركض سريع، ركض سريع، استلام كرة، دحرجة، تصويب، العودة للبدني، ركض سريع، ركض سريع، مهاجمة الكرة الثانية، تصويب على المرمى، تبديل مراكز. يشتغلون اللي بالأسفل، والأربعة اللي هم 2 و3 و5 و4 ثابتين، ثم يبدلون بعد ذلك إذا رغب المدرب أن يعمل تدريب عام وليس تخصصي. هذا تخصصي 100%. فالتمرين بسيط، ما أعتقد نحتاج إلى شرح. كل لاعب من اللاعبين ذولا اللي هم 6 و8 و10 و9 و11 و7 اللي هم شكل الفريق بساحتنا، أكثر اللاعبين شغلا في ساحة المنافس وفي السلسلة الهجومي للمنافس، أعطيهم تدريبات بها شدة عالية باللياقة البدنية. هذا ممتاز، هذا الركض، ركض كرة قدم، ركض رشاقة، وتدمج مع الكرة يكون فانتاستيك. يستلم، يستدير، يدحرج، شوف، يستلم كأنما يدخل بمنطقة جزاء اختراق ويصوب، وكأنما يهاجم كرة بمنطقة الجزاء ويصوب. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي ولكل البشرية إن شاء الله حياة بدون حروب ولا قنابل ذرية ولا مشاكل بين الحكام المجانين. شكرا جزيلا.